اسمي نجلاء عبد المولى دغمان، في بنغازي ولدت وربيت وعيش في بنغازي. قبل الانقلاب مباشرة من 67 تولى رئاسة الجامعة الليبية، وما كانش فيها جامعة بنغازي وجامعة طرابلس، كانت الجامعة الليبية ككل. والدي وقتها كان في فيينا في مؤتمر رؤساء الجامعات، عرض عليه لما شافوا أن انقلاب واحتمال الأمور تكون سيئة أو هيك أنه يظل هناك ويأخذ فرصة عمل في السعودية ومش عارف، فرفض بشدة وقال لا، أن البلاد أكيد فيها حاجة ومحتاجتنا. رجع يوم اللي رجع، ثاني يوم ألقي القبض عليه. قعدت شهر في سجن الكويفية في بنغازي، بعد الشهر هذا أفرج عنه ولكن ظل تحت الإقامة الإجبارية. بس طبعا كان يدرس في الوضع، كان يشوف الأمور كيف حتمشي، فكان هو ومجموعة من رفاقه منهم السيد أحمد بروحيل كانوا يترددوا عليه، فكانوا بدوا في عمل مناشير توعوية للناس أن ترفض الحكم العسكري لأن مش هيكون له مستقبل. فقبض عليهم في 3/6/1970، حكم بعشر سنوات سجن، في حين أن في القانون ليست أكثر من سنتين كمناشير وطباعة فقط يعني. ولكن العشر سنوات كانت نتيجة دفاع المستميت عن القضية اللي هو يؤمن بها، وكيف كان هو يحكي مع القاضي شخصيا يعني، حتى المحامي كان يقول له اسكت، أعطيني فرصة أني نطلعك، فكان يقول له هي كلمة حق سأقولها وأرحل. كان معتقد في داخله أنه هو حيعدم، فكان لازم يقول شن هي وجهة النظر اللي هي بيقولها. هي أمي الله يطول عمرها، طبعا والدها كان رئيس حكومة سجن حتى هو، في نفس اليوم صدر حكم زوجها وحكم والدها بعشر سنوات، وهي وجدت نفسها كان عمرها 28 سنة وقتها، مسؤولة عن 4 أبناء وزوجة ومرت أب و11 أخت وأخين وجدتها، فكان كل هذوما في رقبة أمي اللي هي مرتبها 85 جنيه في هذاك الوقت. عملت المستحيل لكي تلم هذه القصة الحمد لله. نحن شن كنا أول سنين طبعا ممنوع عليه الزيارة والدي، أول زيارة سمح بها الأمي لقيتها طبعا هيكل عظمي، والدي كان مليان. قالت إن كل تليفون بعدها كان يجيني كنت ناتقد يقولوا تعالي استلمي الجثة. جدي كان رئيس حكومة طبعا في عهد الملك، ولما جو حكمه باعتبار أنه كان رجل من قيادات الدولة الملكية لم يجدوا عليه أي شيء. وقتها كان القذافي يحاكم رموز النظام الملكي على الملأ عشان يوريهم أن شن كان الفساد أيام الملك وكذا. محاكمة جدي جت بالعكس تماما، أعلت أسهم عند الناس حتى اللي ما كانش يعرفه عرف من هو حسين مازك، شجاعته كيف أنه وقف في المحكمة وقال الكلمة هذه، فكان عنده شعبية لا توصف في ليبيا كلها في أرجاء ليبيا. وطبعا طلع هو زي ما قلت لحضرتك في 74، سئل هواري بومدين واللي هو احد الاطناش اللي هما من مجلس قيادة الثورة ان حسين مازق لم تجدوا عليه شيء يعني، ولم يتهم بشيء، لماذا حكمتوه بعشر سنوات؟ فقالوا له، قال لهم تفه لنا الثورة. لما مشى وقتها الزعيم عبد الناصر كان قومية العربية وضد الامريكان ومش عارف، جدي كان مصر على ان قواعد الامريكان تطلع في ميعادها المحدد، فعيد الجلاء لم يكن عيد جلاء من القذافي، كان هو اوريدي خلاص العقد حينتهي، وجدي كان مصر انه ينتهي لان كان مطلب شعبي في ذلك الوقت. الامريكان كانوا يحبوا يقضوا اكثر وجدي رفض. لما مشى في محاورات مع مصر، عبد الناصر قال له يا حسين بي الامريكان اشتكوا لي منك، وكان معه السيد فتحي الخوجة، فقال له كيف يا سيادة الرئيس؟ قال له يعني خف عليهم شوية، قال له هذا مطلب شعبي وأنا مستحيل نقدر نتجاوز عنه. ولما طلع كان يحكي للسيد فتحي الخوجة ويقول له هل يصدقني حد لو نقول إن أمين القومية العربية يقول لي خلي الأمريكان؟ مش هيصدقني حد. فقال له يا سيد حسين لو جاء الأمر أنا حشهد بما رأيت. وللأسف هم اثنين توفوا. كانت في معلومات في المحكمة يعني معلومات مؤكدة من بشير هواري إن كانت تحت رجلة البطن بتاع الإلكتريسيتي الكهرباء، إن لو حسين مازق حكى على الحادثة هذه يطفئ النور على المحكمة وينقطع الإرسال، لأن عبد الناصر زي ما قلت لحضرتك كان القومية العربية والهدف وراء الثورة، فمستحيل يحكي حاجة زي هيك ويشوه سمعته عند الناس، فكانوا خايفين من الحاجات التاريخية المهمة هذه.